كنا حالة صعبة قبل ما يجي الماء، كنا حالة لا ترثى لها. كنا بنروح يعني نسأب فوق الدواب، وأحيانا يعني نقلب الماء فوق ريوسنا، والماء كان يعني من داخل يعني البير ما تشوف على الماء، يعني حق مخلفات الحمير وأي حاجة يعني كله لداخله، يعني كنا نشربه والله كان معانا مقدر، وكنا نسأب هذا يجيب زفة وهذا ما تكفيش كان. واحيانا نجيب يعني نشيل الثياب نسين نروح نصبن، نضطر نصبن فوق الابير عشان ايش؟ عشان نوفر الماء هذا حتى للبيت بس. بالنسبة لشراء البوز احيانا نوفر حق مصرفاتنا، حق الطعام، حق المقسمة، عشان نضطر نشتري يعني بوز. احيانا تكون البوزة تمام، لكن لما اسمه يطلع على غالي، ونوفر فيها عشان نقلب الماء. غير حاجات كثيرة مشروع المي، لما دخل مشروع المي غير كثير، يعني الفلوس اللي كنا يعني نستخدمها للمي الآن توفرت، يعني اللي كنا يعني حاجات ناقصنا داخل البيت يعني نوفرها عشان نقلب الحاجات يعني للبيت، يعني شراء يعني مستحقيات يعني داخل البيت، كما الخضروات، كما يعني المواد الغذائية، كما الأدوية، كما أي حاجة، يعني توفرت يعني حاجات كثير لما تستخدمي على المي يعني كعندنا، لأن الحمد لله. يعني على الوقت هذا اللي احنا اللي في الوقت الحاضر نحلم على قدنا.